سلام صحابتي العزاز، كنتمنى تكونوا مزيانين. مهم فلوج جديد، نهار جديد، ان شاء الله غنحاول ندير لكم فلوجات قد ما قديت باش نولف سينو صارتي انا منو عليه صعيب باش نوض نهزاكم بقى نسجل الفيديوهات ونبقى بلابلي. واخا تعجبني الهضره ولكن مره كيعجبني الهضره بزاف مره ماشي كل نهار فلوج، ولكن نحاول لحقاش كما قلت لكم بزاف متابعات خصوصا في اسبانيا كيعجبكم لي فلوج ديالي. مهم كما قلت لكم دابا انا لابسه حوايجي ما كنهش التليفون حتى سالي لحقاش ديما في الزربه ديما. تخيلوا دايرين مع ماما الخمسه نمشيو ودابا هي 6 ونص يلا غادي نخرج من الدار باش تعرفوا. انا ما كتجيني كان ندير حاجات وما عرفت شنو تيخرجوا لي حوايج من الجناب حتى بغاو نخرجوا ديما عارفش كيخرجوا لي بزاف ديال الحاجات خصني نديرهم. المهم بنات انا دابا كما قلت لكم لبست لدانيا وحنا دابا صافي خارجين وقلت غنفتح الفلوق من هنايا. مهم كيف ما قلت لكم دابا غنمشيو نشريو لدانيا بيكينيس لحقاش عندها فيستا ديال اوا يعني الحفل ديال الماء في المدرسه. جات دانيا في البدايه ديال المدرسه كنحطو بزاف ديال الفلوس ودابا عاوتاني في الفينال حطت بزاف ديال الفلوس. قلت لبابا البال قلت شوف البدايه حطينا عاوتاني دابا النهايه بغا يساليو معنا يخونا الجيب داكشي ديال الفين دي كورسو. واخا غير داكشي تيبان بسيط ولكن شري من هنا شري من هنا شري من لهيه سير لهنا سير لهيه. وكما قلت لكم شحال من حاجه شريتها ليها ومنين ما عجبتنيش عاود بدلتها وبقى داكشي الاخر يعني بقات خليتها الكرنفال الجاي ولا شي حاجه. المهم بنات دابا غنمشي نشري بالك خصنا جوج بيكينيس لحقاش جاولا كلهم صغارين على اصلا غنشريهم غير هو دابا جا كلشي في دقه خصنا نمشيو نخرجوا لهنا سيروا لهنا. مهم صافي هادشي اللي كاين بتاع علاش لا غنشارك معاكم هذا الفلوغ. تما ما بغات تمشي بريمارك تشوف شي حاجه غنشوف لحقاش اليوم السبت عرفت بريمارك كتكون عامره ما نعاودش لكم الا بانت ليا شي لعيبه طويله وشي حاجه ولهذا نشاركها معاكم وصافي. سينو عذروني لحقاش كما قلت لكم كتكون عامره ما نقدرش نشد شي حد ولا شي حاجه الا كانت شي بلاصه خاويه وفيها شي حاجه نقدر نسجل لكم شنو كاين يعني هوسه كبيره. تهلاو ليا فراسكم حتى نتلاقاو من بعد هلا دنيا جات. المهم لبست انا ودنيا بحال بحال وغادي نخرج ان شاء الله نوريكم لحقاش ما نقدرش من نخرجوا نوريكم غيبان حسن. العمه لبسه كامله نقول ماما تسجلنا بغيت نلبسها كسوه قالت لك لا تلبس بحالك شافني لابسه لكم بحال عندنا بحال قالت لي تلبس بحالك انا والله باكت باغا نلبسها بحالي وبقات كتبكي صافي كندير لها خاطرها انا بقات صغرتي مسطيح. يلا نتلقى من بعد يلا دنيا ماموس دنيا نصورك ديري يلا نصفي يلا 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 دنيا تاهي ولا في عندها الانستغرام ديالها. المهم بغيت تدخل تشوفوها هو دنيا برنسيس دنيا شارك معكم الموسيقى ديالها بغيت نقول نصورك دابا معاها في انستغرام ما تخلينيش هذا ما كتخلينيش ديك العفريته فينك ديك العفريته دابا كتخلي ماشي هذا المهم دابا وليتي كتخليني نصور هنا البنت هزا شي منتجات فيديوهم من عندي شي ماما وواحد نسام داكشي فور ايفر يلاه نمشي دابا مع ماما. يا البريمورك ناخذ شي حاجه خاصاني وخد قدري هذا ديال البنانات المهم الثمن ديالو هو تيبان لكم هنا بالك ماش ناخذ من هذه الماركه ولا واحده رخيصه تا هما زوينين. كاين عندي هذا صراحه باقي ما عجبنيش بزاف ما عرفتش علاش ثاني سمعت على هذا الكونسيلير تا هو زوين هذا تما يا كولا كيعجبوني ديال ريفلون داير اليوم دابا كاين لابيس معاهم شفتو كانت قدر لي ديالي يمكن ناخذو دايرين 98 هما البولبوس بنانا ولكن هادو ماشي بنانا وا قلت لكم الله هما هادو البنات كاين هادو كاينين بنانا ما بقاوش بحال هكا كيكونوا مصفرين شويه بحال هكا هادو شتو رخاصين هادو دايرين 2.99 تاهما زوينين الصراحه تاهما الدنيا بتلصق على جيل كانو كاين عندها في الدار. المهم بنات داكشي واعي هنا في ريمول دانيا كينو نو يا تينيش ان كاسا او نو Luego lo buscamos en casa. ¿Qué os dan con el ¿Y la de ni que es con viene? Dame un body spray, el anual, el esquel. ¿O te vienes de una encima? ¿A ti te da oro, jol, si haras? ¿A tu champón de char, no voy a tu? ¿En seco, Zema? شباب بنادم بزاف فايده في الحاجات ها كيف داير البنات اللي كتقراو المدرسه الجاي العام الجاي كتيكم المدرسه الجايه شوفوا هذا خمسه ربع علي كاع داكشي ديال البرد دايرين فيه التخفيضات واش ديال البحر حتى الروينه البكينيس ما بقاو ولا كاينين ولكن اللي عجبوني كاع ما بقاوش فيهم الطايات قدانيا فين تهضروا نوريكم شنو خديت انا على بلايزر على لون كيحمر هنا 25 تبدي له واعر داك تبان داك واعر واعر حنقاتنا
مع لا تاع موديل واعر شتي كيحمق هذا داير البنات 16 اورو انتما البنات كاين تلك اللوينه هذا شفتو زعما الكتاوي ديال مناسبه الجاب غزالين خصوصا هاد الغز واعره كاين هادو كاين هادشي هادي ديال العرايسات الاثمنه هادي 14 هادي 16 راكم عارفين داس مدام بوكو تشي نو كي مالا نو عطري شويه عافاك عافاك لا بغيتش الحارة ليستا كيريس بتعطيني لا بغيتش انا بتعطيني تشوتي حارة كيما لا ريس تعطيني حارة تبدي حلوة البنات حنا سالينا الشوبينغ ميني شوبينغ ما درناش شي شوبينغ شوبينغ نيت صافي هاي الوالدة ماما قول سلام السلام عليكم هاي دندونة مع ماما فين دندونة عم تبان هاي هي طمو بلا ماما نسيت كاع صافي حنا غاديين دابا في حالنا المهم بنات دابا الغد ليه ما قديش صراحه البارح نوريكم شنو خديت لانه جينا شويه عيانين ودابا غنشارك معكم شنو خديت من بريمارك ومن بريمور وبغيت نقول لكم انا اليوم نحط لكم هذا الفلوق هذا في القناه الرئيسيه لانه بزاف البنات كتهتموا بهالشي ديال بريمارك ولانه بزاف ديال البنات قلتوا لي حتى في البريف في الانستغرام بانه عواطف يعني قنوات بقا نتفرجوا هنا وهنا جاتنا شويه في شكل من الاحسن خلينا كلشي في قناه وحده لهذا قلت نحط لكم هذا الفلوق بعدا هنا ونشوف ديك الساعه المهم هذا الفلوق لحقاش اصلا فيه مشتريات لهذا انا غنوريكم شنو خديت من بريمارك ومن بريمور اول حاجه غنوريكم بريمارك نوريكم واحد الحاجه التخريبيقه هذه اللي خدينا لهذا الكابوس هذا ديال الماء لانه في المدرسه عندهم حفله ديال هادشي اصلا علاش مشينا عندهم حفله ديال الماء كيبقاو يترشوا بالماء وداك الشيء في الكولي المهم بنات تهضر معايا داني فودني خدينا لها هذا يمكن اللي كان والله ما عرفتش شحال كندير مع بابا هاد كنهزونا باش تشتامن غيكون يمكن شي اورو شحال ولا جوج اورو شي حاجه ما يكونش غالي المهم هنا كاين الفاكتور غيكون اورو 50 شي يمكن البنات اللي اورو 50 يلا ماما خلينا ندير فيديو اوكي وخدينا البنات هاد الشابو هذا كنشتعملو من سنين جات البنات واحد جاو فيه بحال لودينات وعجبني ولكن ما لقيتوش فهاد بريمارك وخديت ثلاثه هذا صراحه عجبني لانه فيه لوينات زوينين لوينات اللي منهم كتلبس دنيا في الصيف يعني خصوصا هاد اللون هذا صافي عجبني وصراحه الثمن ديالو كان جد مناسب كندير 4 اورو غير هو جاني شويه بحال جا شويه كبير بحق ما لقيتش الطايه الصغر كاينه غير الام صراحه غزال و البيكيني اللي خدينا لها الاول هو هذا كيجي بحال هكا دير 53 صراحه رخاص البيكينيات في بريمارك غير هو راه خديتها طاي شويه كبيره خديت لها 3 سنين 4 سنين كما كتشوفوا لحقاش ما كاينش عرفتي عينا من قلبوا البنات ما كاينش تباعوا داك اللي قدانيه كلهم بيوعين هذا خديت لها هذا كنتمنى غير يجي قدها المهم قالنا راه نقدروا نبدلوه يعني نقيسوا ليها بقى بهذا الشيء ديالو وزعما بالتيكيت ديالو وداك الشيء جا قدها هي ديك ماشي غنبدلوا ليها وصافي واخا بيت زعما باش تلبسوا دابا حاجه اخرى خديت لها البنات هي هاد الكسوه هذه حتى هي لبسها لها نيت عندها وحده اخرى خاصه بالبحر كنلبسوها لها في البحر زعما باقي كتجي قدها ولكن شديت لها هذه عجبتني دايره 6 اورو الثمن ديالها مناسب وغزاله الصراحه ما كتشوفش تجي بحال هكا تلبسوها لها بحال هكا تكون غادي للبحر ولا لابيسين غزاله حتى اللون ديالها زوين وكيجي في بحال اللون اللي في داخل في الشابو داكشي خديت لها واحد الحاجه اللي هذه ما خديناهاش على حساب على حساب زعما لابيسين سينو على حساب شويره قصير بغيت نقلبسو ليها مع الكسيوات ولكن المشكله كتبيتو بالكحل لحقاش عندها بالكري وبغيتو بالكحل وبالابيض ساعات لقيت غير هذا اللون بلو ماري كنجرب بعدا نشوف كيجي واش ترتاح فيهم وداك الشيء واش يجي هاني تقصير كما انا بغيت سينو غنقلب جهه اخرى ولا غناخذ ليغينز ونقطعهم ونخيطهم من هنا وصافي حقاش دابا الكسيوات صراحه ما هي دابا كتلعب وداك الشيء كبرات زعما كتلعب يعني خصني ضروري نلبسها شي شويرات هكا تحت الكسيوات ديالو اصلا داني كنلبسها هكا كسيوات قصارين ولكن مشكله ما لقيتش ستي اللي بغيت لقيت غير هادو وما كاينش في الكحل وخديت لها واحد نجرب وكما قلت لكم راه داير 2.50 وعاوتاني خديت هاد خدينا لها هذا هاد البانيادور هذا غزال كيوت كيحمق هذا بعد هي لصقات عليه من الاول وخيرتها بين واحد وواحد اخر هذا واحد اخر عجبها هذا قلت لك واش هذا كيجي بهاد الاونيكورنيو و 3.50 هاد الثمن ديالو جد مناسب و تا هو خديت لها 3 سنين 4 سنين ربيتو قدها سينو مشكله
نسينا ما غاديش تمشي للحفله ديال الما لا لا بيسين ديال هاد السيمانه زعما اللي دايره المدرسه. والصابو خدينا له هذا صابو البنات، خدينا له هذا الصابو هتشوفوا كيجي بحال هكا طرحه زوين. كنت باغا ناخذ واحد وحدين ديال ميني ولكن ما كاينش قدا كاع داكشي اللي عجبني ما كاينش قدا، ولا خديت غير هذا هكا سامبل وصافي عادي. وحتى هذا رجعها شويه واسع ولكن قلت لهم هذا ولا بلاش، حتى نرجع مره اخرى ان شاء الله نشوف واش نلقى. هاد المره ما نرجعش السبت، باش السبت تلقى كلشي كيطير. وصافي اخر حاجه خدينا هذه، خدينا غير للدار هما التقاشر لانهم كيطيروا بحال اللي كنشريوهم كنجيو ما كنلقاوهمش. لا لا انا راجلي كنجريهم بالكحل وبالكري وبالبيض، البيض ديما موضرين ديما ديما لحقاش كنلبسهم بجوج بينا ديما موضرين. وشي كيسبيها فيه هو كيقول لها كنضرهم، هو كيقول زعما انا اللي كنهزهم ليه وهو، وانا كنقول انت اللي كتهزهم ليا. هذا شي نبكي اخر عاوتاني ودايرين هادو 3 اورو. وهادشي البنات هو اللي خديت من بريمارك، دابا ندوز نوريكم شنو خديت من بريمارك. المهم بريمور البنات هي هاد المحل، بالنسبة البنات اللي ما عارفينش هاد المحل خاص بهادشي ديال المنتجات ديال المكياج هادشي ديال الكوزميتيك. راه المهم راه شفتو في الفلوق داكشي عندهم بزاف ديال الحاجات، بصراحة الأثمنة ديالهم مقارنة مع محلات أخرين راه أثمنة جد مناسبة. المهم حاجة الأولى اللي خديتها البنات هو هاد الأيلاينر من هاد ديال هاد لاماركة هادي، هانتوما بديرو ليه سكرين خطير البنات، وعرفتي دير ليه عام كامل معرفتش حتى المدة الصراحة شحال فيه. المهم أنا خدمت بيه عام كامل، هاي معرفتش فين كاينة، هاهي في 6 شهور وانا خدمت به العام كامل. والله الا خدمت به العام كامل لحقاش نورمالمون ديال الماكياج كيخدم من عام لعامين، وانا خدمت به عامين ما دري حتى شي حاجه. اصلا فيه كاتبين انه فيه سيروم كيساعد على الشفار وسيروم ديال لاش سيروم ما يمكنش صبريني سي سيروم دي بيستانيا، يعني سيروم فيه واحد سيروم للشفار سي بركي نديرو لكم جايبين اللغات هانتوما، فيه واحد سيروم كيساعد على الشفار باش ما يطيحوش وداكشي. صراحة اللي زوين فيه هو لابليكاسيون ديالو، عرفتي سهله 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 البنات، عرفتي احسن ايلاينر يعني في لابليكاسيون. بعدا اللي جربت كاين عندي جربت دابا ديال ايسينس واحد الواحد زوينين وكلشي، ولكن لابليكاسيون صعيبه، هذا سهل عرفتي. الا كنتو مبتدئات في الايلاينر كنصحكم به لانه سهل بزاف وكيبقى داكشي يعني زوين. انا عجبني فيه كلشي، الثمن ديالو يمكن داير 10 اورو 9 اورو فصل شي حاجه، يعني ثمن مناسب. وكما قلت لكم راه كيدي وخانه كتبي لمده الصراحه 6 شهور، انا خدمت به عام والله الا كيحسب لي عام، يعني لان دالي ديك المده كامل عاد باش مابقاش كي صافي كي كنستعملو. وندوزو الحاجه الاخرى اللي خديت بيوتي بلندر، كما قلت لكم قبلتي هنا كان كيكون الثمن لحقاش بريمور كيلصقو الثمن ولكن هذا ما لصقوش. المهم خديت البيوتي بلندر لانه كما قلت لكم بديت كنستعمل مؤخرا الشتاء، ولكن زعما الفرشات ولكن مابقيتش ما عارفش مابقيتش كنرتاح فيه عاوتاني مع سخون الحال يمكن ومع البشره الدهنيه ديالي، كيخصني نستعمل كريم اساس شويه. والفرشات كان واخا كندير شويه ما كاتش معايا هي ما كتشربش، اما البيوتي بلندر كاع داكشي كيكون زيت كتشربو وصافي بحال مابقيتش كرتاح فيها. لهذا قلت غناخذ بيوتي بلندر بحال هكا الا بغيت شي ماكياج يكون مخدوم مزيان نستعملها هي، لانه ديالتي صافي خسرات بديت استعملت بزاف ديال النوع، ولكن صراحه بيوتي بلندر هي اللي كنرتاح فيها انا شخصيا لحقاش كما قلت لكم كنبغي ندير فوندو دو تان كريم اساس ولكن ما كنبغيش يبان ثقيل. وهذه ها نتوما الثمن ديالها نورمالمون كيتباع في محلات اخرين ب 20 اورو وفي بريمور داير لها 14 اورو. شفتو خديت هذا اللون ديال المكياج. حاجه اخرى اللي خديتها البنات هو كريم اساس اللي كيعجبني، هو ثقيل شويه ولكن استعملته غير شويه تقدروا نديروا تغطيه خفيفه. هذه ديال ريفلون خديت 180 كيكون شويه فاتح ولكن ما كيت اوكسيدا. دابا كناخذ لوني ملي كدوز ساعتين 3 سوايع تيولي اللون غامق على لوني الطبيعي، لهذا دائما كناخذ دابا لوني رجعت ناخذ لون فاتح على لوني، يلاه كدوز ديك ساعتين كيولي هو لوني الطبيعي. وواحد الحاجه اللي كيديروا بريمور البنات بحال دابا هادشي كاع نوريكم، خديت 3 في جوج مثلا لقيتهم جابوا في هاد العكوره اللي كيعجبوني ديال ريفلون مع هاد اللون ديالي تقاده، ولقيتهم جايبين دابا لابيس ريغالو كنجرب حتى الاقلام ديالهم صراحه ما عمري جربتهم ديال ريفلون، ومن شفت انه كاين لابيس ريغالو قلت هذه هي الفرصه. مع كما قلت لكم بغيت ناخذ هاد القضيه ديال كتاخذي 3 وتتخلصي جوج، انا محتاجه ضروري الكريم اساس ومحتاجه ضروري الهادي هاد البودر هادي ديال البنانا، لهذا غناخذ جوج وغادي بقات لي حاجه ثالثه. وانا محتاجه كما قلت لكم عسالي لي هاد اللون هذا اللي تعجبني، عندي لون احمر ولكن عندي حتى هاد اللون وسال لي صافي هذا كيعجبني نهار على نهار كيجي خفيف الا درتو غير شويه وصافي. الثمن ديالو كما قلت لكم كندير 8 اورو فاصله شي حاجه، هادي تاعي 9 اورو فاصله شي حاجه في باش نشوف لكم الثمن باش تعرفوا الاثمنه.
هاد هاد سي ديال الوجه الكريم اساس تسعارو 99 ديال ريفلون ديال العكر 8.95 ماكياجي هذاك ديال الايلاينر تسعارو 99 شنو اللي باقي صافي هذيك البيوتي بلندر انا قلت لكم الثمن ديالها 13.95 يعني انا فاش خديت دابا هاد الجوج هادو مثلا هادي ديتها فابور لان هادي ارخص وحده هادي دايره 8 اورو فاصله شي حاجه وهذا داير كما قلت لكم تعرف حتى شي حاجه وهذه بريمور هي ارخص بلاصه تلقاوها لانه هنايا في البلاصه فين كنسكن ديري ليها 13 فاصله شي حاجه ولا مع 14 فاصله شي حاجه وكاين شي بلايص كيبيعوا ب 20 اورو كاين شي بلايص 15 اورو وفي بريمور دايره 10 اورو كما قلت لكم هي ارخص بلاصه تقدر تطيح لكم فيها سير دير 10 اورو وصافي هادشي هو اللي كاين كما قلت لكم هذا 8.95 بحال قلتي دابا انا فاش خديت هاد الثلاثه ما خلصتش هذا صافي هادشي هو اللي خديت انا بريمور لحقاش هادشي ولكن محتاجه لي كتبان لي شحال في البورصه ولكن رماو هادو ديال داني كلشي صافي البنات هادشي هو اللي خديت من بريمور من بريمار كنتمنى يكون عجبكم مشترياتي تكونوا استفدتوا شي حاجه بالنسبه للامهات اللي كتقلبوا على البيكينيز ولا مثلا البنات اللي بغاو محتاجين الماكياج نوريكم تقريبا الحاجات اللي كيساليو كنعاود نشريهم هادو بعدا ضروري خصهم يكونوا عندي في الماكياج ديالي يعني ماشي كلشي كيساليو كنشري لان كيعجبني نجرب بالحق هادو وخا تنجرب حاجات اخرين كنرجع ليهم صراحه كيعجبوني هادو بعدا بثلاثه حتى هادا قلتو فاش وريتكم في الفلوق قلت لكم بنشري كاينه واحد لوبسيون رخيصه بالحق ما كاينش الصفر هو اللي كيعجبني ولكن صراحه هذا داني مده اطول من هذاك هذا كيسالي ليا دغيا هذاك اللي داير 3 اورو كيسالي ليا بحال هكا شهر ونص لا بقيت كنستعمله كل نهار زعما كنستعمله بزاف ماشي كل نهار يعني ماشي كل نهار كنستعمل الماكياج وهذا ديال هذا ديال ميكو بروفلوسيون راه دا ليا مده راه بحال هو عندي وباقي فيه شويه انا خديت هذا لحقاش صافي قرب يسالي وصافي البنات هادشي اللي كاين كنتمنى بالنسبه للبريمور باش التوضيح لحقاش بزاف الناس كتسولوني راه تقدروا الا ما عندكمش المدينه ديالكم تقدروا تاخذوا اونلاين ولا وصلتوا من فوق من 20 اورو ما كتخلصوش الانفيو يعني تاخذوا داكشي اللي بغيتوا ما كتخلصوش الانفيو ولكن هما ما دايرينش هاد الثلاثه في جوج تيديروها مره اما في المحل تقريبا ديما كاينه في بعض الماركات يعني في بعض الماركات ماشي في كلهم ولكن كيكون معلمين البلايص اللي فيهم مثلا بحال هاد الماركات بعدا خديت منهم انا هادو راه ديما فيهم ديما تقريبا كنلقاها تيكون دايرين ثلاثه في جوج ولكن ما عندكمش كما قلت لكم تقدروا تقداو اونلاين وصافي كيجيكم داكشي حتى للدار في 3 ايام 4 ايام يلا دابا نخليكم تهلاو ليا فراسكم حتى تلقاو في فيديو ماجي ان شاء الله كنتمنى الفلوق ديال اليوم مشتريتي ديالو معجبكم بصحه كبيره وما تنساوش لعجبكم الفيديو ديروا لايك ودعموني كنبغيكم بزاف وباي باي عليكم.